من كييف الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور. دكتور، المصادر في الخارجية الروسية تحدثت وأشارت عن أن وصول منظومات لدفاع جوية محمولة وصواريخ مضادة للدروع غربية إلى أوكرانيا يثير مخاوف بشأن مسألة سلامة الطيران المدني في أوروبا والعالم. هو تخوف حقيقة وخشية من أن تصل هذه الأنواع من الأسلحة لجماعات متطرفة أو إرهابية كما يشار، أم أن هنالك أمر مبطن من خلال هذا التصريح من روسيا؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا هذه التصريحات تعيدنا إلى التهديدات السابقة التي كانت منذ عام تقريبا للجانب الأوروبي والغربي بشكل عام حول تزويد أوكرانيا بالوسائل الدفاعية إن كانت المحمولة على الكتف أو غيرها من هذه الأسلحة، وأيضا يعيدنا إلى حادثة استهداف القوات الروسية والانفصاليين المدعومين من روسيا بواسطة سلاح مضاد جوي للطائرة الماليزية عام 2014 وإسقاطها ومقتل نحو 250 راكبا فيها، وقد تم يعني إصدار حكم بالسجن من قبل محكمة الجنايات الدولية في والمحكمة الهولندية بحق هؤلاء المجرمين. حيث أننا يعني نعلم جميعا أن هذه الأسلحة المحمولة على الكتف يصل مداها إلى 5 إلى 6 كيلومترات فقط، ولا تهدد عمليا الطيران المدني في الأجواء العالمية، وخصوصا أن الطيران المدني محظور في الأجواء الأوكرانية منذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا. ولكن من هذه التصريحات أيضا نستشف استعادة لأيضا الرسائل والدعاية المضادة الروسية حول احتمالية تسرب هذه الأسلحة إلى خارج أوكرانيا، وهو ما لم يتم إثباته على الإطلاق من خلال جميع التحقيقات الغربية التي جرت خلال هذا العام. دكتور، التصريحات واعذرني دكتور، التصريحات لم تقتصر على الأجواء الأوكرانية والطيران، هنالك اليوم الحديث عن سلام الطيران المدني بأوروبا والعالم، يعني والجميع يدرك مدى خطورة هذا الأمر. نعم، هذا ما قصدته حول موضوع تسريب أو تسرب هذه الأسلحة إلى خارج أوكرانيا، وفي استعادة للدعاية المضللة الروسية حول هذا الموضوع، والذي لم يعني يتم تأكيدها لا من جانب الروسي بوقائع مثبتة من ناحية، ومن ناحية أخرى جميع التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية وأيضا الغربية التي تدعم أوكرانيا حول هذه الادعاءات الروسية تم يعني دحضها بشكل كامل، والتأكيد على أن هذه الأسلحة تصل إلى اليد الأمينة، وأن وخصوصا أن هناك حاليا عدة لجان مشتركة تشرف على توزيع ووصول هذه الأسلحة داخل أوكرانيا. طب في موضوع عودة بعض التصريحات أو التقارير إلى الواجهة التي تستجد من فترة إلى أخرى، إضافة لتصريحات موضوع سلام الطيران المدني، عاد موضوع المختبرات البيولوجية الأمريكية الموجودة على الأراضي الأوكرانية، وتقرير من مجلس الاتحاد الروسي يتحدث عن وجود 30 مركز أو مختبر فعال اليوم على الأراضي الأوكرانية. لماذا عاد إلى الواجهة هذا الأمر اليوم؟ والتساؤل دائما، هل نذهب بعتبات متجددة في هذه المواجهة بين أوكرانيا وروسيا؟ هذه التصريحات عمليا أصبحت أضحوكة يعني لدى المجتمع الدولي، حيث أن بعض هذه التصريحات حول على سبيل المثال تصريح ممثل الروسي في مجلس الأمن حول تدريب القوات الأوكرانية لتقريبا 300 ألف بعوضة
بعوضة، هنا لم أخطئ، بعوضة يتم تدريبها من أجل نقل الأمراض للروس وإطلاقها إلى الروس لقتلهم. يعني هذه ولم يثبتوا عمليا أي شيء من هذه التصريحات والتهديدات، ولكن يمكن ربط هذه التصريحات مرة أخرى وعودتها بعد كشف الروس نفسهم وترويجهم للفيديو الذي يقوم من خلاله المجرمون من القوات الروسية من الجنود الروس بقطع الرأس جندي أوكراني أسير في تكرار لي يعني أو تشبيه لجرائم داعش التي كانوا يقومون بها. نعم. في يعني من أجل التغطية على هذه الجريمة يقومون الآن بعملية نشر. نعم. جديدة أو إعادة لهذه الادعاءات والمعلومات المزيفة. دكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من كييف، شكرا لك.